بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد مع مسؤول على الهواء، مع حضراتكم صلاح إسماعيل، مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية. إن شاء الله موضوع حوارنا النهاردة هيكون عن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل والعمل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وعلاقة منظومة الفاتورة بمنظومة الإيصال الإلكتروني. مبدئيا في موضوع الساعة زي ما بنقول، موضوع الساعة اللي هو عبارة عن الأكواد. طبعا معظم الممولين جاتهم رسائل على الأكواد، وإن شاء الله يعني هنوضح معنى الرسالة دي إيه وإيه الجديد في الموضوع يعني، وهل في جديد بالفعل ولا هو الموضوع قديم أصلا والموضوع يعني الناس فهمته غلط أو ما كانش واضح بصورة كفاية. طيب إحنا بنتكلم أول حاجة عن الممولين الملزمين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مين هم وتواريخ الالزام بتاعتهم. مبدئيا ان تاريخ الالزام كان اخر قرار الزام صادر من مصلحه الضرائب المصريه، اللي هو كان اخر تاريخ الزام، كان المرحله الفرعيه الرابعه من المرحله الثامنه، كان بتاريخ 15 ديسمبر، وتم تاجيل القرار الى 31 ديسمبر 2022 لكافه الكيانات الاعتباريه، وتم منح مهلة لمدة 4 شهور إضافية، تمام، بتكليف من الوزير، منح مهلة 4 شهور إضافية للكيانات الفردية للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية. يبقى احنا دلوقتي عندنا نقطة اللي هي كل الكيانات الاعتبارية ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من 31 ديسمبر 2022. 2022 بأكد عليها تاني، 31 ديسمبر 2022، ده كل الكيانات الاعتبارية في مصلحة الضرائب المصرية أيا كان طبيعة التعامل، أيا كان الطرف الثاني في التعامل، يعني حتى لو بتعامل مع أفراد فقط أو بتعامل مع أفراد وشركات أو بتعامل مع شركات فقط، كل الكيانات الاعتبارية في مصلحة الضرائب ملزمة بالتسجيل في 31 ديسمبر 2022. طيب الكيانات الفردية، الكيانات الفردية اتقسمت لمجموعتين بعد تاريخ 30/4 ديت. اتقسمت المجموعة الأولى اللي هي الكيانات الاعتبارية الفردية اللي بتتعامل مع مسجلين لمصلحة الضرائب، أيا كان كيان التسجيل ده اعتباري أو فردي، أي تعامل مع مسجل في مصلحة الضرائب لازم الممول الفردي يتسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية ويصدر فواتير إلكترونية عن أي تعامل مع الممولين الاخرين. طيب تعاملات الافراد اقدر اصدر بيها فاتوره الكترونيه ما دام لم يتم الزامي بالايصال الالكتروني. لو تم الزامي بالايصال الالكتروني اذا اصبحت ملزم ان انا اصدر فواتير الكترونيه للتعاملات مع الشركات واصدر ايصال الكتروني للتعامل مع الافراد. طيب ده بالنسبه للكيانات الفرديه. الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط، الكيانات الفردية التي لا تتعامل إلا مع مستهلك نهائي فقط غير ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، تمام، وبتنتظر قرار الإلزام بالإيصال الإلكتروني، ومجرد إلزامها بالإيصال الإلكتروني بتبدأ على طول تتسجل على منظومة الفاتورة والإيصال وتبدأ تصدر إيصالات إلكترونية عن كافة تعاملاتها مع المستهلك النهائي. ده بالنسبة لقرارات الإلزام. طيب بعد قرار الإلزام الممول الإجراء التالي على طول اللي هو تكويد الأصناف اللي عنده. أنا أول ما تسجل على منظومة الفاتورة أو منظومة الإيصال، أول إجراء بعمله على المنظومة لازم أسجل أكواد. الأكواد بتاعتي عندي نوعين من الأكواد، من بداية تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية في شهر 11 سنة 20، اول تشغيل لمنظومه الفاتوره الالكترونيه، قلنا يا جماعه انا عندي نوعين فقط للتكويد، انواع النوع جي اس 1 اللي هو نوع التكويد العالمي اللي انا بروح اشتري اكواد من شركه جي اس 1 العالميه وبقول لهم كودوا لي الاصناف بتاعتي، تمام. طيب انا مش عايز اتكلف، وبرده مش عايزين نحمل الممولين اي تكلفه اضافيه، عشان كده عملنا لهم اكواد نوع التكويد اللي هو الكود المحلي او الكود الخاص بمنظومه الفاتوره الالكترونيه اللي هو اكواد الاي جي اس. من بدايه المنظومه نوع التكويد الاي جي اس موجود والجي اس هنا موجودين،
ما فيش نوع تكويت تالت. طيب في ممولين بدأوا يتعاملوا ان انا عندي اكواد الاي جي اس وعندي اكواد الجي اس 1. طيب في ناس قالت لا، انا هقدر اصدر الفاتوره بتاعتي بالبريك كود، بالجي بي سي كود، تمام، والمنظومه بتقبل الكلام ده. طبعا كان معمول حساب ان في بعض الشركات عندها اعداد كبيره جدا من الاكواد، وبناخد وقت في الموافقه على الاكواد، عشان كده تم فتح المنظومه او تم السماح على المنظومه باصدار فواتير الكترونيه باستخدام البريك كود. وده كان اجراء استثنائي من المصلحه مراعاه لمصالح الممولين الموجودين. يعني انا مش عايز ممول يتسجل على منظومه الفاتوره ويستنى، كان في الاول بيستنى 15 يوم لغايه ما الاكواد تتوافق عليها. انا مش عايز واحد يعطل وعطل شغله ويجي يقول لي يا مصلحه الضرائب انت اللي معطلاني، لا، احنا هنسمح لك تصدر بالبريك كود ده في بدايه المنظومه. ليه؟ لان احنا كان عندنا بنستهلك وقت طويل وكنا بناخد وقت كبير لمراجعه الاكواد. لكن دلوقتي الحمد لله بقت الاداره التعاملات الالكترونيه بقت اداره يعني فيها عدد كافي جدا من الزملاء اللي شغالين على مراجعه الاكواد، ويعني بفضل ربنا يعني والحمد لله وبمجهود الزملاء اللي موجودين الاكواد بتوافق عليها في خلال ساعات قليله جدا جدا في خلال نفس اليوم، واعتقد يعني ممكن في بعض الاحيان ممكن ما تاخدش ساعه. يعني الكود لو انت سجلته ممكن في خلال ساعه تصدر بيه فواتير. عشان كده بدانا نقول لا خلاص بقى، ان المفروض السبب اللي كنا بنسمح فيه بالبريك كود اللي موجود لا، ده ما عادش له لزوم خلاص، ما عادش له اهميه. الممول اللي كسل من البدايه خالص ان هو يسجل الاكواد او استسهل، لا، طريقه اسهل ان انا اسجل اشتغل بالبريك كود، وده مجموعه سلعيه مع انها ما بتعبرش عن اي بيع. يعني لما تيجي تبيع مجموعه سلعيه مثلا منتجات البان، منتجات الالبان فيها مثلا 100 ولا 200 صنف، انا ما اعرفش انت بعت ايه، وانت نفسك ما تعرفش تستخدم منظومه الفاتوره انك تعرف انت بعت ايه. عشان كده الافضل وانك نبدا برضو دلوقتي، وتم اصدار التوجيهات برضو ان احنا اعتبارا من 30/9 ده اخر يوم هيقبل فيه كود البريك كود في اصدار الفواتير الالكترونيه، وهنلتزم بالاكواد او المنظومات الاكواد الرئيسيه على منظومه الفاتوره اللي هي اكواد الجي اس 1 والاي جي اس، تمام. هم دول الاكواد اللي بادئين على المنظومه من بدايه انشاء المنظومه. البريك كود ده كان استثناء وكان للتسهيل على الممولين، لكن لو احنا بنسيبه كده يبقى احنا مش بنسهل على الممول، احنا كده بنبوظ المنظومه وبنبوظ شغل الممول نفسه، مش هيقدر يستفيد منها، مش هيقدر يستفيد من تقارير المنظومه، لان انا المجموعه السلعيه ما يتوضحش ايه الاصناف اللي عندي وانا بعت ايه واشتريت ايه، تمام. يبقى عشان كده هنلتزم، وكل الناس ان شاء الله اعتبارا من اول اكتوبر اي فاتوره هتصدر على المنظومه لازم تكون باستخدام احد الانظمه الرئيسيه للتكويد اللي هي الاي جي اس كود او البريك او الجي اس 1 كود. طيب بعد منها، بعد موضوع التكويد ده، كل ممول هيبدا يسجل اكواده، تمام، ايا كان عدد الاكواد، وان شاء الله هتتوافق عليها في نفس اليوم خلال ساعات قليله جدا في خلال نفس اليوم، وايا كان عدد الاكواد اللي انت بتبعتها. بعد كده، بعد تسجيل الاكواد، في بدايه اصدار الفواتير. وزي ما اتفقنا قبل كده ان الفواتير دي هتصدر لو انت بتتعامل مع شركات، يبقى هتصدر فاتوره الكترونيه وهتصدر تحط رقم التسجيل في الفاتوره الالكترونيه وتتاكد ان بيانات المستلم بتاعك او المشتري بتاعك بيانات صحيحه. طيب لو انا بالغلط حطيت رقم تسجيل مش بتاع المشتري بتاعي بالغلط، يعني انا مش قاصد، بدلت رقم 3 بدل 4 و4 مكان 3، طلعت الفاتوره توجهت الى شركه ثانيه. الشركة التانية أول ما بتشوف الفاتورة بتقول لك لا، الفاتورة دي مش بتاعتي وأنا برفض الفاتورة. المفروض يعني أنت كمصدر الفاتورة لما تعرف إن الفاتورة بتاعتك حد رفضها تشوف إيه سبب الرفض. ممكن يكون عنده حق، يعني ما نرفضش كده عمياني، ولا لا لا، هي الفاتورة صحيحة وأنا مصر عليها، وأخلي حد من الناس المحاسبين أو شغالين عندي في الشركة أوتوماتيك يرفض أي اعتراض على الفاتورة بدون مراجعه الحته ديت، لان الحته ديت للاسف يعني شفناها من بعض الشركات. يعني شخص انت ما اتعاملتش معاه نهائي والفاتوره اتبعتت له بالغلط ويجي يقول لك الفاتوره مش بتاعتي او يرفض الفاتوره، تقوم انت بالعند كده مراجع له الفاتوره تاني مراجعها صحيحه. لا، رجاء يعني كل واحد يبص على الفاتوره، كل واحد يبص على الفاتوره بتاعته واصدرها صح ولا لا.
الفاتورة تتأكد إن أنت أصدرتها بطريقة صحيحة للمستلم الفاتورة الصحيح، وبرضك يكون عندك الشجاعة الأدبية برضك لو بعتها لحد تاني بطريقة غلط برضك المفروض نقفل نرجع الفاتورة دي ونلغيها تاني، هنقبل الرفض بتاع المشتري لو هو مش بتاعي، يعني لو التعامل مش صحيح هنقبل الرفض طبعا والفاتورة كأنها ملغية، واصدر فاتورة تانية صحيحة، وده التعامل الأفضل طبعا يعني. طيب ده بالنسبة لرفض الفاتورة، وأنا عندي صلاحية طبعا إن أنا أرفض الرفض أو أقبل الرفض. تمام، قبلت الرفض طبعا، قبل الرفض ده مفيش فيه إجراء على المنظومة، مجرد إن أنا بسيب الفاتورة دي متعلم عليها إن هي مطلوب رفض مرفوضة. تمام، وبعد ال7 أيام المهلة بتاعتها الفاتورة هتتحول إلى فاتورة مرفوضة تماما، وبعد كده كان ديت مش هتضاف لإجماليات الفواتير اللي عندك. طيب انا طبعا في الوقت ده اقدر اصدر فاتوره ثانيه صحيحه بنفس التعامل للشركه المفروض ان انا اصدر ليها فاتوره، ورجاء رجاء يعني ما حدش ياخد ارقام كده عشوائيه ويرمي عليها فواتير. يعني انا حتى لسه يعني احد الشركات لسه مكلمني دلوقتي بيدينا رقم تسجيل، رقم جنرال كده بيتحط عليه المدفوعات. يا جماعه ده مش رقم ممول، انت ليه بتحط فواتير على ممول مش موجود على المنظومه، مش ممول ضريبي، ده رقم حساب انت بتحط عليه المدفوعات لغير المسجلين، انت ليه بتحط ارقام زي دي؟ يعني فكره ان انا احط اصدر فواتير لرقم تسجيل عشوائي عشان اخلص نفسي وربما اصدرت فاتوره، ده اجراء غير صحيح تماما، وطبعا هيتم مراجعته، ولو طبعا يعني الحاله دي بتتحول للفحص او المكافحه، وطبعا ده يعني هيبقى اجراء مش هيسر الشخص اللي بيصدر فواتير على الارقام دي. طيب انا اصدرت فاتوره والمستلم بتاعها رفضها، وانا طبعا متاكد من الفاتوره بتاعتي، ولا هو ده اشترى بالفعل مني ورقم تسجيله صحيح، انا اقدر طبعا ارفض الرفض بتاعه واخلي الفاتوره هتفضل صحيحه، وان شاء الله في الاخر اللي هيفصل في الموضوع هو اما الفحص او المكافحه، لان المنظومه عندي بتوضح لي ايه الفواتير اللي عليها نزاع بين البائع والمشتري، ونقدر وطبعا باستخدام الامكانيات بتاعه المنظومه وبتاعه الفحص هقدر اعرف مين الممول اللي اشترى ومين اللي ما اشتراش، وياخد اجراء طبعا للناس اللي عملت اجراء غلط. يعني لو انا اشتريت الفاتوره تعاملات مظبوطه، وانا جيت بعد شويه بعد ما البائع اصدر لي فاتوره وانا بنكر الفاتوره ديت، لا، مع العلم ان الفاتوره صحيحه، يبقى انا هتحمل تبعات ان انا برفض الفاتوره دي. يعني طبعا ديت يعني هنشوف ايه هتناسب مع انهي ماده قانونيه واي ماده العقوبات وحاجات من ديت او المخالفات، وطبعا هيتم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب. ليه؟ لكل واحد بيتهرب من فاتوره صحيحه او بنت الفاتوره كانت صحيحه. طيب ده بالنسبه لاصدار الفاتوره ورفضها. طيب انا عندي حاجه تانية برضو، انا كبايع فاتوره نفس الاجراء الورقي نفس الفاتوره الورقيه، انا عندي فاتوره ورقيه تمام عايز الغيها، من حقك تلغي الفاتوره الورقيه. تمام، طيب انت لما بتيجي تلغي الفاتوره الورقيه لازم الطرف الاخر لازم المشتري يدي لك الفاتوره الورقيه، يدي لك اصل الفاتوره الورقيه، بمعنى كده لازم موافقه الطرف المشتري. طب انت لما تحاول تلغي فاتوره هتعمل طلب الغاء فاتوره، لازم الطرف الاخر بيجي له اخطار بيقول له ان البائع للفاتوره الفلانيه بيحاول يلغي الفاتوره. لو انا موافق على الغاء الفاتوره اوكي تمام، بتجاوز المهله بتاعتي وخلاص الموضوع انتهى. لو انا مش موافق بدخل برفض الالغاء، كده معناها كأن انا المشتري رفضت ان انا اسلمك اصل الفاتوره الضريبيه اللي هي كان زمان كنت بديله الاصل الورقي، انا كده بدل رفضت يبقى المشتري هو هنا الموقف القوي، يبقى الفاتوره هتفضل صحيحه. يعني في حاله رفض المشتري الغاء الفاتوره، الفاتوره هترجع صحيحه تاني وهيبقى مسؤول عنها البائع والمشتري. وطبعا برضك لو في تمسك بالحته ديت برضو في ان الفحص والمكافحه هيقدروا يشتغلوا على حته زي ديت ويجيبوا لنا المشكله فين. طيب ده بالنسبه للرفض ورفض الرفض والالغاء ورفض الالغاء، ده هو ده السيناريوهات اللي ممكن تحصل على منظومه الفاتوره الالكترونيه، والمدد دي كلها زي ما اتفقنا ان مده الاصدار هو في نفس اليوم، مده الالغاء ورفض الالغاء 7 ايام و7 ايام، مده الرفض ورفض الرفض مده الرفض ورفض الرفض هي 7 ايام برضه، يعني كل اجراء بياخد 7 ايام. طيب ده بالنسبه لاصدار الفواتير. انا بعد ما اصدرت الفواتير في عندي بعد كده بشوف الفواتير اللي انا اصدرتها، في عندي حاجه اسمها الداشبورد.
الداشبورد بتاعت منظومة الفاتورة عندي. لو فتحت الصفحة بشوف الداشبورد بتاعت الفاتورة والداشبورد بتاعت الإيصال. الداشبورد المفروض أصلا بتظهر لي إجمالي التعاملات بتاعتي خلال الشهر. أول ما بفتح الصفحة بيقول لي إن التعاملات بتاعتك ابتداء من يوم كذا حتى يوم كذا بإجمالي مبلغ كذا بضريبة كذا، والأصناف اللي أنت بعتها في خلال الفترة دي. طيب هل من حقي إن أنا أغير الشهر؟ أه، ممكن أختار شهر تاني. جنب التاريخ ده هنلاقي علامة كده زي علامة الكالندر، زي علامة النتيجة الصغيرة كده. لما بدوس عليها بيقول لي هل أنت عايز الداشبورد ديت أو الداشبورد ديت عايزها شهريًا ولا عايزها ربع سنوي؟ بتختار. لو عايزها شهريًا بيفتح لست قدامك الشهور بتاعت السنة كلها. طب أنا عايز أشوف سنة قبلها، ترجع ورا شوية تجيب السنة اللي قبلها أو السنة اللي قبلها. أهم حاجة السنوات اللي أنت كنت شغال فيها على منظومة الفاتورة. طبعًا كل شهر أقدر أختار الشهر اللي أنا عايزه وهيجيب لي إحصائيات الشهر ده. إحصائيات عبارة عن إيه؟ مبيعاتي مبلغها كام؟ الضريبة، ضريبة القيمة المضافة عليها كام؟ أهم الأصناف اللي أنا بعتها وكل صنف المبيعات بتاعته كام والضريبة بتاعته كام. ديت الداشبورد، ديت صورة ملخصة عن المبيعات بتاعتي. لو أنا اخترت ربع سنوي هيقول لي اختار الربع سنة اللي أنت عايزه، والربع سنة طبعا اللي زي ما حضراتكم عارفين إن هي 3 شهور. هيجيب لي السنة متقسمة ربع أول تاني تالت رابع، واختار الربع اللي أنا عايزه، وده اللي هيظهر في الإجماليات بتاعة الربع سنة ده. تمام. يبقى الداشبورد هي صورة ملخصة ومختصرة عن المبيعات بتاعتي، عن إجمالي قيمة المبيعات، الضريبة بتاعة القيمة المضافة اللي عليهم، الأصناف، أهم الأصناف اللي أنا بعتها. طيب أنا في حتة تانية كمان، أنا عايز تفاصيل الفواتير، مش عايز داشبورد إجماليات، لا أنا عايز تفاصيل الفواتير. أنا لما باجي أقدم إقرار على الإكسل دلوقتي محتاج أعرف أرقام الفواتير، كل فاتورة بإجمالي كام، والبائع مين والمشتري مين. في عندنا حاجه على المنظومه اسمها الباكج او حزم الوثائق. اقدر ادخل على حزم الوثائق واعمل حزمه واحط شروط حزمه الوثائق اللي انا عايزها. اقدر اقول انا عايز الفواتير بتاعه الفرع الفلاني، عايز التاريخ من كذا لكذا، الفواتير بتاعتي من يوم كذا ليوم كذا، عايز برضه الفواتير اللي انا اصدرتها لفلان لشركه كذا، احط رقم تسجيل. تمام، يعني شويه معايير بقدر اضيفها تمام على المنظومه ديت، على المعايير او المعايير بتاعه الباكج ديت او حزمه الوثائق، عشان يجيب لي بيان بالفواتير او الاشعارات الخصم والاضافه اللي موجوده في خلال الفتره اللي انا حددتها دي. طبعا انا اقدر اقول لا انا عايز فواتير فقط، او اقول عايز ايصالات فقط، عايز الاشعارات فقط، اشعارات خصم فقط او اشعارات اضافه فقط، او عايز الكل، او عايز فواتير الاستيراد فقط. يعني بختار نوع الوثائق اللي انا عايزها، عايز فرع معين، عايز مبيعاتي لفرع معين، او عايز مبيعاتي لكل الفروع. كل ديت عباره عن شروط بقدر اختار منها الشروط اللي انا عايزها المناسبه ليا، اللي انا عايز بياناتها تطلع لي على حزمه الوثائق دي. وزي ما حضراتكم عارفين طبعا، او اكيد جربتوا الموضوع ده قبل كده، ان حزمه الوثائق ديت بتنزل عن طريق شيت اكسل او بصيغه سي اس في، يعني النسخه القديمه من الاكسل. واقدر طبعا اطلع عليها واقدر اراجع الارقام بتاعتي واجمع واطرح زي ما انا عايز، واتاكد ان رقم المبيعات بتاعتي مظبوط واجمالي مبيعات لكل شركه مظبوطه زي ما انا عايز. واقدر اخد الليسته دي واظبطها وارفعها على منظومه الاقرارات تمام، اللي هي الشيت الاكسل اللي بيتم ارفاقه مع الاقرارات الضريبيه، اقرارات القيمه المضافه الضريبيه. طيب احنا اتكلمنا من شويه برضو كان انا اصدار الفواتير حاليا متاح ان انا اصدر فواتير لشركات فواتير الكترونيه، وده الغرض الاساسي لمنظومه الفاتوره الالكترونيه اللي هو لحصر التعامل بين الشركات. لكن برضو كان عندي برضو سماحيه ان انا اقدر اصدر فواتير لافراد، او اقدر اصدر فواتير لشركات او الاجانب، لشركات اجنبيه او اجانب. عشان كده انا عندي نوع المستلم الفاتوره عندي 3 انواع. نوع اسمه بيزنس او شركات او كيانات اعتباريه تمام، ونوع تاني اسمه بيرسون او شخص اشخاص، ونوع تالت اسمه اجنبي. الاجنبي ده هو المشتري اللي موجود عندي في السوق المصري، وشخص داخلي بيشتري مني، اجنبي مقيم في مصر بيشتري. كان زمان برضو كان الاجنبي خارج مصر اقدر اطلع له فاتوره لاجنبي، ان انا فواتير التصدير بتاعتي بطلع فاتوره لاجنبي.
لكن دلوقتي بقى فيه على المنظومة فاتورة تصدير. يعني أي فاتورة تصدير بتصدر لشركات خارج مصر المفروض أستخدم فاتورة التصدير بيها، ما استخدمش فاتورة البيع لشركات خارج مصر بفاتورة عادية. الأفضل إن أنا أستخدم فاتورة تصدير. طيب لو أنا أجنبي مقيم في مصر عندي، تمام، أصدر له فاتورة لأجنبي وأحط رقم جواز السفر بتاعي، أيا كان رقم التعامل بحط جواز السفر في الفاتورة دي. طيب لو أنا بصدر فاتورة لشخص، طبعا هتنطبق عليها شروط الشخص اللي هي إيه؟ إن أنا عندي الفاتورة دلوقتي لازم لو الفاتورة وصلت ل25,000 جنيه أو أكتر، تمام، لازم أضيف الرقم القومي للمشتري، رقم القومي، وهضيف العنوان، وهضيف طبعا اسمي. هضيف الثلاث بيانات دول مهمين جدا جدا في المشتري لو تجاوزت قيمة الفاتورة 25,000 جنيه. في بعض طبعا الناس يعني بتتكلم الفاتورة لو وصلت 25,000 جنيه ما ينفعش نعمل فاتورة لمستهلك نهائي أكتر من 25,000. بعض الأقاويل وناس يعني برضو يعني معلش يعني بتفتي، بتقول أي كلام، يعني مش دارسة الموضوع، مش عارفة التفاصيل إيه، بتقول لا ده مصلحة الضرايب اللي هي خلاص محدش هينفع يطلع فاتورة لشخص أكتر من 25,000. لا، الصورة مش كده تماما. الصورة بوضوح تام إن منظومة الفاتورة كانت زمان بتقبل إنك تصدر فاتورة حتى أقل من 50,000 جنيه لشخص بدون ما تسألك عن رقم القومي للشخص ده. اللي اتعدل في المنظومة من فترة اللي هو إن الشخص ده الفاتورة هتصدر لو وصلت 25,000 جنيه أو أكثر لازم تحط الرقم القومي، لكن ممكن تعمل فاتورة لشخص عادي بتريليون جنيه زي ما أنت عايز، ما فيهاش مشكلة خالص. بس أهم حاجة الشرط بتاعي، لو الفاتورة تجاوزت 25,000 جنيه لازم تحط الرقم القومي. الفاتورة طبعا الحد الأقصى بتاعها 12 رقم، يعني أحط فاتورة ب 12 رقم، يعني كام تريليون يعني زي ما أنت عايز كده. 12 رقم دول هما ده الحد الأقصى لأرقام الفاتورة، 12 رقم زي 5 كسور 10، يعني زي ما أنتم شايفين كده. لو حد كتب 12 رقم ده يعني ممكن يشتري دولة يعني، تمام. يبقى الفاتورة الإلكترونية لأشخاص ملهاش حد أقصى، لكن ليها حد إن أنا بطلب فيه الرقم القومي، اللي أقل منه ما بطلبش الرقم القومي، هو ده الفيصل. طيب الرقم القومي، السؤال طبعا هرد عليه أستاذ أحمد إن شاء الله، يعني موضوع الرقم القومي ليه وفكرته إيه. هي طبعا الفكرة فكرة حصر للتعاملات، يعني أنا لو شخص ده كل يوم بيشتري ب 25,000 جنيه، غالبا ده هيكون راجل نشاطه تجاري بيشتري مرتين ثلاثة في الأسبوع ب 25,000 جنيه، تمام، بيشتري بمبالغ كبيرة، بمبالغ أكبر من 25,000 جنيه. غالبا هنبص على الشخص ده اللي مشترياته مكررة، الأصناف اللي بيشتريها مكررة وبصفة مستمرة، ده هيكون طبعا الغالب هيكون نشاط تجاري، وهنروح نتحقق إن الراجل ده بنشاط تجاري ولا بيجهز لبنته وبيجوز بناته أو بيعمل أي حاجة من ديت. وطبعا هيبقى فيه دراسة للموضوع قبل إلزام الممول ده أو قبل إلزام الشخص ده بالتسجيل في مصلحة الضرائب. لكن لو مصلحة الضرائب نتيجة الدراسة بتاعتها اكتشفت إن الشخص الطبيعي اللي بيشتري بالرقم القومي بتاعه ده بصفة دايمة بيروح يشتري من تاجر واثنين وثلاثة ومشترياته أكبر من مبالغ معينة وبيشتري نفس الأصناف وبصفة مستمرة، ده مليون في المية، مليون في المية ده راجل تاجر بس مش عايز يعرب عن نفسه ومش عايز يتسجل في مصلحة الضرائب، وده صور من صور التهرب الضريبي. برضو كان في مقارنة، برضو في الآخر مقارنة الفاتورة الإلكترونية بالإيصال الإلكتروني. الفاتورة الإلكترونية بتاخد 25,000 جنيه، لأن طبيعة الفاتورة الإلكترونية إن هي بتتعامل بيزنس تو بيزنس، يعني من شركات لشركات، يعني الطبيعي إن أنا لما بصدر فاتورة بصدرها لشركة. الاستثناء لما بصدر فاتورة لأشخاص، بصدر فاتورة لأشخاص خلاص لو فاتورة وصلت 25,000 حط البيانات بتاعته. طيب الإيصال الإلكتروني الطبيعي بتاعه، المسار الطبيعي بتاعه إنها تعاملات أفراد، يعني أنا ببيع لأشخاص، عشان كده حد طلب الرقم القومي ما زال هو 150,000 جنيه، ما اتغيرش. يعني أنا لو ببيع بإيصال إلكتروني، تمام، لو الإيصال الإلكتروني وصل ل 150,000 جنيه لازم آخد الرقم القومي، أقل من كده مش هطلب الرقم القومي. ليه؟ لأن الطبيعي في الإيصال الإلكتروني إن أنا بتعامل مع مستهلك نهائي مش بتعامل مع شركات، تمام.
وده الفرق، ان انا ليه بحط في الفاتوره 25000 والرقم ده قد ينخفض بعدين تاني، هيستمر في الانخفاض، لان احنا متجهين ان انا عايز ان الفاتوره الالكترونيه تكون قاصره على التعامل بين الشركات، والايصال الالكتروني يكون مختص بالتعامل بين الشركات والافراد، ببيع فيه لافراد او مستهلك نهائي. هو ده المنهج بتاع مصلحه الضرائب. تمام، احنا عاملين طبعا صلاحيات ان خلاص انت شركه وعايز تصدر فاتوره، انت مش ملزم بالايصال وعايز تصدر فاتوره لشخص، اتس اوكي، ده متاح عندك وتقدر تعمله. طيب في حته تانيه برضو صدرت تعليمات جديده من المصلحه برضو، يعني اقولها لحضراتكم برضو دلوقتي، ان في بعض الانشطه تم الزامها ان هي تصدر فاتوره الكترونيه بدل ايصال الكتروني لناس بتتعامل مع مستهلك نهائي، لانشطه محدده جدا ومعروفه. تمام، الانشطه دي عباره عن ايه؟ تجار الذهب، يعني تاجر الذهب ده خلاص المفروض مش هيطلع ايصال الكتروني، عندما يتعامل مع مستهلك نهائي هيطلع فاتوره الكترونيه، لان طبعا تم العرض والموافقه على ان الحاجات الثمينه او الحاجات الغاليه او السلع المعمره لازم يطلع بيها فاتوره الكترونيه، وبمعنى اصح ان كل حاجه فيها ضمان، كل حاجه فيها ضمان، يعني الذهب منتج غالي جدا ومحتاج طبعا فاتوره الكترونيه عشان البيانات بتاعتي تكون موجوده. الحاجه الثانيه العربيات، لو انا بشتري عربيه يبقى لازم اخد فاتوره الكترونيه، يعني تجار السيارات يلتزموا تمام باصدار فواتير الكترونيه لاي حد يشتري من عندهم عربيه. توكيلات بتاعت السيارات، قطع غيار اللي بتتباع في التوكيلات فقط هيصدروا فاتوره الكترونيه. قطع غيار السيارات طبعا غالبا بتبقى اسعارها عاليه، تمام، لازم يصدر عنها فاتوره الكترونيه، لان قطع الغيار ديت برضو بيبقى عليها ضمان، قطع الغيار اللي طلع من التوكيل بيبقى عليها ضمان. يبقى دايما هنلتزم بحته الحاجات اللي عليها ضمان هيصدر بيها فاتوره الكترونيه ويتم استثنائها من الايصال الالكتروني. تمام، يبقى انا عندي زي مثلا السلع المعمره، كل السلع المعمره هيصدر بيها فاتوره الكترونيه، ليه؟ لانها عندها ضمان، لان فيها ضمان وانا محتاج الفاتوره عشان الضمان ده. يبقى كل الشركات وكل الجهات وكل الناس اللي بتتعامل على سلع معمره او بتتعامل في سيارات او بتتعامل مع ذهب تمام، هتصدر فاتوره الكترونيه عند التعامل مع المستهلك النهائي. اي نشاط اخر هيصدر ايصال الكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي. طيب، وقلنا الايصالات الفواتير، سوري، تاني نرجع للفواتير تاني، بنقول ان الفواتير ممكن انزل باكج او حزمه وثائق من الفواتير في اي فتره انا عايزها، انا الفتره معايا مفتوحه، اقدر ارجع سنه ولا سنتين ولا 3 سنين واقدر استعلم عن الفواتير بتاعتي ايا كانت عدد الفواتير دي. طيب، وبنزل بيها حزم. طيب، في مصلحه برضك عشان بعض الناس لما بتيجي تعمل حزم بتعمل فترات كبيره جدا، والحزم ديت فيها عشرات الالاف من الفواتير، بتعمل هيدك يعني، بتعمل حمل كبير على المنظومه، تمام، وبتخلي المنظومه تتاخر في الرد. عشان كده عملنا برضه بعض الليميتيشن برضك على المنظومه. انا بقى الباكج ديت لو هتعمل باكج عدد الايصالات، عدد الفواتير اللي فيها ما تزيدش عن 5000. طيب، انا عندي عدد كبير جدا عايز فواتير كتيره جدا. غالبا الناس اللي عندها فواتير اكتر من 5000 في الشهر، تمام، دي بتكون شركات كبيره وشركات عندها اي ار بي سيستم. طيب، يقدر يستخدم الاي ار بي سيستم، يستخدم الاي بي ايز المخصصه للاي ار بي سيستم، يقدر يستعلم عن كل الفواتير اللي هو عايزها عن طريق استخدام خاصيه السيرش اي بي اي. والسيرش اي بي اي بيجيب لك كل الفواتير في اي فتره انا محتاجها، تمام، وهيجيبها لي ايا كان عدد الفواتير دي. خاصيه البحث ديت خاصيه طبعا يعني اي بي اي زي الباكج بالظبط، تمام، اقدر استعلم بيها واقول لي هات لي كل الفواتير اللي عندي خلال فترة من كذا لكذا، هيجيبها لي كلها بلا شروط، تمام، وبيكون طبعا البحث فيها اسهل بكتير جدا والاستعلام عنها، وهي طبعا بيجي لي بسرعه اكتر. طيب، اللي هي موضوع السيرش ديت او البحث عن وثائق. والبحث عن وثائق طبعا في ناس برضو يعني ايه، من تساؤلات الناس واتصالات الناس واستفساراتهم، ان في ممول بيقول لي انا عملت فاتوره وبعد شهر اختفت الفاتوره، ما عدتش شايفها، ما عدتش ظاهر على المنظومه. ما فيش فاتوره بتختفي من على المنظومه نهائي، كل الفواتير موجوده على المنظومه من يوم المنظومه بدات، من يوم 20 من سنه 2020 لغايه النهارده كل الفواتير موجوده. بس تسهيلا وتبسيطا لفتح الصفحه
احنا بنعرض الشهر الاخير فقط لا غير. يعني اول ما تفتح الريسنت دوكيمنت او الوثائق الاخيره، اول ما تفتح بيجيب لك الشهر الاخير، لستة الشهر الاخير. لو عدى عليها اكتر من 30 يوم مش هتظهر قدامك في الليسته دي. طب انا عايز اشوف الفاتوره اللي عدى عليها 35 ولا شهرين ولا 3 ولا 10 ولا 12 شهر ولا 18 ولا 30 شهر. اقدر بالظبط ادوس على الصفحه بتاعت البحث ديت، ولا علامه زي علامه الفلتر كده، ادوس على علامه الفلتر هيظهر لي كل المحددات اللي اقدر ابحث بيها. اللي انا اقدر اقول انا عايز الفواتير من فتره كذا لفتره كذا، من تاريخ كذا لتاريخ كذا. عايز نوع الفواتير ايه؟ اختار الفاتوره او نوع الدوكيمنت اللي انا بدور عليه او نوع المستند اللي انا بدور عليه. تمام؟ اقدر اختصر، احط شويه معايير، وكل ما ازود الفلترز والمعايير ديت بتجيب النتيجه اسرع والنتيجه اضعف. تمام؟ انا كده كده اول ما بفتح صفحه البحث بيقول لي، بيجي لي رساله كده موجوده على الصفحه دايما، انت تقدر تبحث باستخدام رقم اليو اي دي بتاع الفاتوره، تقدر تبحث باستخدام الرقم الداخلي للفاتوره، تبحث بقيمه الفاتوره باجمالي مبلغ الفاتوره. تمام؟ وبستخدم الكسور العشريه عشان ابحث على الفاتوره. يعني لو الفاتوره عندي ب 10125 و23 قرش انا عارف رقمها بس مش عارف هي بتاريخ كام، اقدر احط قيمه الفاتوره فهيجيب لي الفاتوره على طول ايا كان تاريخ. يعني لو انا عارف رقم قيمه الفاتوره اقدر احط قيمه الفاتوره. طبعا المعايير دي كلها مكتوبه، تقدر تبحث بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمس شروط، او لو انا ما عنديش حاجه من دول خالص، لا هات لي الفواتير من يوم كذا ليوم كذا، كل الفواتير في الفتره ديت هتجي له، وبعد كده ادور على اللي انا عايزه. تمام؟ يبقى ديت خاصيه البحث. يبقى انا عندي دلوقتي باختصار جدا الملزمين بالتسجيل على منظومه الفاتوره الالكترونيه كل الكيانات الاعتباريه بلا استثناء ايا كان طبيعه تعامله مع شركات او شركات وافراد او افراد فقط، ملزم بالتسجيل على منظومه الفاتوره. الكيانات الفرديه اللي بتتعامل مع مستهلك نهائي فقط مش ملزمه بالتسجيل على منظومه الفاتوره الالكترونيه، وتنتظر الالتزام بالايصال الالكتروني. الشركات الفردي او الكيانات الفرديه، الكيانات الفرديه اللي بتتعامل مع ممولين مسجلين في مصلحه الضرائب المصريه ملزم بالتسجيل على منظومه الفاتوره الالكترونيه واصدار فواتير عن اي تعامل مع مسجلين في مصلحه الضرائب ايا كان قيمه التعامل ده. التسجيل الاكواد زي ما قلنا ان الاي جي اس الاكواد الرئيسيه بتاعه منظومه الفاتوره من تاريخ تشغيلها لغايه النهارده هي اكواد الاي جي اس واكواد الجي اس 1. اكواد البريك كود ديت كانت ده مش نوع تكويد، ده اسمه التكويد المجموعه السرعيه، وده ان شاء الله هيتوقف اخر يوم للسماحيه بتاعته هو 30 سبتمبر اللي احنا فيه ده، 30 في الشهر اللي احنا فيه. تمام؟ ونلاحظ حته مهمه جدا جدا جدا، لو انا اصدرت فاتوره بالبريك كود وبعد كده عملت اكواد الاي جي اس والاي جي اس كود او الجي اس 1 كود، تمام، وانا بعمل ريتيرن على الفاتوره دي، مش هينفع اعمل ريتيرن على فاتوره فيها كود مختلف عن الكود في الريتيرن بتاعي او الكريدت نوت، مش هعرف اعمل كريدت نوت على فاتوره الكود فيها بريك كود وانا بعمل ريتيرن بالجي اس 1 او بعمل كريدت بالجي اس 1 او بالاي جي اس. لازم اتاكد، لازم اقفل على طول ومن بدري، عشان لو فكرت اعمل كريدت نوت او ديبت نوت على فاتوره ما يجيش الفاتوره او الكريدت ده او الديبت ده يتلغي يترفض بعدين. لان انت لو عملت فاتوره دلوقتي بالاي جي اس كود وجيت 1/10 عشان تعمل ريتيرن او كريدت نوت عليها بالاي جي اس او الجي اس 1 طبعا مش هينفع يتقبل الصنف ده خالص، والكريدت ده مش هيتقبل. تمام؟ ولو حتى جربت تستخدم الجي اس 1 تستخدم الجي بي سي كود تاني مش هيتقبل منه. يعني اللي عايز يظبط حساباته ويظبط الفواتير بتاعته ويقدر تبقى امكانيه ان هو يصدر كريدت عليها بعدين، لازم يبدا من دلوقتي يستخدم على اكواد الاي جي اس كود ويصدر فواتيره كلها بالاي جي اس كود او بالجي اس 1 كود، عشان ما تقابلش مشكله ان الكريدت نوت بتاعك اترفض. ليه؟ لان الكود بتاعه مختلف عن الكود اللي موجود في الفاتوره الاصليه. تمام؟ لازم الناس تراعي الحته دي. طيب انا كده يعني مريت مرور سريع على منظومه الفاتوره الالكترونيه، وتحت امر حضراتكم لو في اي اسئله او استفسارات يعني ان شاء الله نبص على الاسئله اللي موجوده على الشات وان شاء الله نرد عليها.
الفاتورة الإلكترونية فيرجن 9 برضه نفس المشكلة، هي الفاتورة الإلكترونية الإصدار فيرجن 9 ده المفروض أصلا ما تصدرش على منظومة، لكن أنا بقبلها لظروف خاصة جدا جدا لبعض الممولين. لكن بعض الناس التانية طبعا استغلت الموقف وقالت لا خلاص احنا هنصدر طول ما الفيرجن 9 ده مفتوح، بوينت 9 ده مفتوح هنصدر عليه، وده إجراء غير صحيح، والمفروض الممولين الآخرين ما يقبلوش الإجراء ده. وإحنا إن شاء الله قريب برضه هنقفل الفيرجن بوينت 9 ده للشركات اللي مفتوح لها دلوقتي. يعني المفروض الشركه قانونا طبقا للقانون واللائحه التنفيذيه ان الفاتوره لازم تكون موقعه الكترونيه، وانت كشركه من حقك تقبل الفاتوره الموقعه الكترونيا، ومن حق الفاتوره الالكترونيه موقعه الكترونيا فقط، وترفض الغير موقعه الكترونيه. ده حقك، وده طبعا الزام على مصدر الفاتوره ان هو يصدر فاتوره الكترونيه موقعه. الفاتوره الفيرجن بوينت 9 ديت او الفاتوره الغير موقعه الكترونيا دي عباره عن اجراء استثنائي لبعض الحالات اللي بتواجه مشاكل في استصدار توقيع الكتروني او ختم الكتروني. غير كده طبعا مش من حق اي حد يستخدم الفيرجن 9 ده. طبعا انا رديت على الاستاذ احمد صلاح واللي ليها الرقم القومي، ايه الفكر من كده الرقم القومي؟ طبعا انا عايز احصر الناس اللي بتمارس نشاط وهي مش مسجله على مصلحه في مصلحه الضريبه المصريه. يعني الشخص اللي بيروح يشتري باسم الشخص الطبيعي كانه شخص مستهلك نهائي، ويروح يشتري كميات كبيره ومكرره، وكل يوم يروح يشتري نفس الاصناف عشان يبيعها ويتاجر بيها، وده المفروض يتسجل في مصلحه الضرائب، وده متهرب ضريبيا، واللي بيبيع له كمان مشترك معاه في عملية تهرب الضريبة. والهدف الأساسي هي عملية الحصر. وطبعا الأستاذ أحمد فوزي السؤال برضه في نفس الفكرة بتاعت الإيصال الإلكتروني. الإيصال الإلكتروني بيطلب الرقم القومي عند وصول قيمة الإيصال إلى 150 ألف جنيه. والأرقام دي قابلة للتعديل في أي وقت، يعني مش دي أرقام ثابتة، ومش دايما ثابتة. استاذ احمد فوزي تاني، احنا اللي نرفع لقرار القيمه المضافه. الايصال الالكتروني بيطلب الرقم القومي حتى لو الايصال اقل من 150 الف، ايه الحل؟ معلش السؤال ده ممكن ترفعه للزملاء بتوع الاقرارات يعني، بس اعتقد الاقرار فيه الرقم 150 الف جنيه اعتقد ده يعني، بس مش عارف صراحه، بس اسال الزملاء المسؤولين عن الاقرارات والمبلغ بتاع الاقرار ده. لكن انا عندي على منظومه الايصال الالكتروني انا بقبل الايصال حتى اقل من 150 الف جنيه بدون بيانات الرقم القومي. للاسف مش بشوف محلات ذهب بتصدر فواتير الكترونيه، لما تطلب فاتوره بيكتب فاتوره ورقيه خلاص خلاص، لما مش هيبيع. يعني هو لا اما يدي لك فاتوره ورقيه لا اما مش هيبيع. معلش احنا برضو كمصلحه ضرايب هنضغط من ناحيتنا، وانت برضو في المفروض تطالب بحقك. هو الناس ديت ملزمه بالفعل باصدار فواتير الكترونيه، وطبعا التوجيهات دي كانت جديده برضو، عشان المفروض يعني سابقا كان تجار الذهب لما يلزموا بالايصال، وهم حتى الان لم يتم الزامهم بالايصال الالكتروني. يعني تجار الذهب قريبا جدا تجار الذهب كانوا قريبا جدا يعني ما كانش عندهم الزام بالفاتوره الالكترونيه ان هم يصدروا عن كل تعاملاتهم بفاتوره الكترونيه يعني، تمام، ومحدش اخطرهم بالكلام ده لسه يعني، او في طريقنا برضو ان احنا ننبه عليهم ان هم اي تعامل لتجار الذهب مع مستهلك نهائي لازم فاتوره الكترونيه موقعه كمان، يعني بتوقيع الكتروني طبقا للقانون واللائحه التنفيذيه. يعني هو تاجر الذهب زيه زي بعض المحلات الكتيره برضو اللي موجوده في السوق بترفض تدي فواتير برضو، بس ده دور الناس اللي بتشتري ان هي تساعد برضو في الحته ديت،
وتطلب حقها وتصر على حقها. بالنسبة للشركات اللي بتصدر فواتير أكتر من 200 فاتورة في الشهر، دي هتبقى نظامها إيه؟ اللي بيصدر أكتر من 200 فاتورة في الشهر ده لازم يستخدم الـ ERP system. لو أنا مستهلك، لو أنا شركة بتبيع لشركات، أو لو أنا بصدر عدد فواتير أكتر من 200 فاتورة، أنا ملزم بإصدار الفواتير بتاعتي من نظام ERP system، لازم أشتغل بنظام إصدار فواتير. وطبعا مش بقول نظام ERP system يعني نظام متكامل، لا، أنا ممكن أجيب موديول صغير، برنامج صغير لإصدار الفواتير، تمام. بس في الأول وفي الآخر التعليمات بتقول والشروط استخدام البورتال هو عدد الفواتير أقل من 200 فاتورة. لو أنا عندي عدد الفواتير أكتر من 200 فاتورة وما عنديش ERP system، بتاخد مهلة من مصلحة الضرائب لمدة 6 شهور لإعداد البرنامج بتاعك، عشان تشتري البرنامج وتبدأ تشتغل عليه. معنى كده إن جميع محلات ومعارض السيارات والسلع المعمرة ملزمة تصدر فاتورة. بالظبط بالظبط، إن كل الحاجات ديت مصدرة ملزمة بإصدار فاتورة إلكترونية عن أي تعاملات مع مستهلك نهائي. هو لو ليا ملف ضريبي هيطلع لي بطاقة ضريبية، لو ليك ملف ضريبي هيطلع لك فاتورة إلكترونية على الملف، على رقم التسجيل الضريبي بتاعك، تمام؟ لو ليك ملف. لكن لو مالكش ملف ضريبي وانت بتمارس النشاط، يعني بتشتري برقم القوم بتاعك، كل شوية بتشتري برقم القوم بتاعك، هنراجع الأصناف اللي انت اشتريتها، وهنراجع التكرار بتاعها. يعني لو واحد راح اشترى ثلاجة ولا ثلاجتين، ده بيجهز بنته، اشترى 10 ثلاجات بيجهز ولاد أخته. لكن لو كل شهر يروح يشتري 10 ثلاجات، لا، ده عامل عزومه بقى، يبقى ده تاجر وبيمارس نشاط تجاري، يبقى ده لازم يتسجل على منظومه، على مصلحه الضرايب، تمام. ده هو ده النشاط هيتقاس بالطريقه دي. لو انت اشتريت سلعه، تمام، بتكرار وبصفه مستمره، او مجموعه سلع بتشتريها بصفه مستمره، ده دليل واضح جدا ان انت بتمارس نشاط تجاري، انك بتشتري وبتبيع. لكن لا يعقل ان واحد يشتري مثلا 5 تلفزيونات وبعد من اسبوع يروح يشتري 5 تلفزيونات تانيين. انت مش بتجهز لقبيله مثلا، او انت بتجهز لفرح يعني القريه او البلد اللي انت عايش فيها. يعني ما على فكره، ممكن حتى لو انت يعني تاجر صغير او محل صغير او منشاه صغيره، ده مش معناها ان انت هتدفع ضرائب وهيطلع عينك في الضرائب. يعني الناس خايفه جدا وتقول لك لا الضرائب وابعد عنها، لا، انت ممكن تتسجل في مصلحه الضرائب وما تدفعش ضريبه، لانك انت في الشريحه المعفاه. يعني مجرد ان انت هتقدم اقرار في نهايه السنه، او اقرار الدخل في نهايه السنه، ومبيعاتي ومشترياتي وصافي الربح بتاعي كذا، ممكن ما تدفعش ضريبه في النهايه. لكن في اهم حاجه في الموضوع، التزامك الضريبي هيساعدك وهيحميك من اي تقدير جزافي، او لو المكافحه جات لك في اي يوم وعرفت انك بتمارس نشاط، هيبقى فيها يعني، طبعا هيبقى فيها يعني مشكله كبيره ومخالفه قانون. والقانون طبعا القيمه المضافه بقى فيه سجن دلوقتي، والقانون والدخل بقى فيه غرامات كبيره. يعني الأحسن والأأمن إن أنا أشتغل قانوني وأقنن وضعي، حتى لو أنا بمارس نشاط صغير جدا أقدر أسجل في مصلحة الضرائب وأقدم الإقرار في نهاية السنة وأقول لهم الضريبة بتاعتكم صفر، لأن أنا تحت خط الإعفاء، أو تحت حد الإعفاء الضريبي. هل الشركات ممكن تقبل إيصال إلكتروني من المطاعم التي تصدر إيصالات إلكترونية، ولا لازم فاتورة؟ مبدئيا الإيصال الإلكتروني كان زمان متاح عليه إن أنا أصدر إيصال إلكتروني لشركة، لكن الخاصيه دي اتقفلت، تمام. لا، ما ينفعش دلوقتي ان شركه تاخد ايصال الكتروني، ما فيش شركه ولا هيعتد بيه كمصروف عندها. يعني في الاول وفي الاخر لازم المستند يكون مكتوب فيه اسم الشركه وبيانات الشركه برقم تسجيلها عشان يعتد بيه كمصروف. لكن بما ان الايصال مش هينفع يتحط فيه رقم تسجيل الشركه ولا اسم الشركه، اذا فالايصالات لن يعتد بيها كمصروف للشركه، ويجب طبعا الالتزام باستلام فاتوره الكترونيه موقعه الكترونيا من على منظومه الفاتوره الالكترونيه. هي صيدليات الفردي ولا تتعامل مع لا تتعامل ولا تتعامل مع شركات نهائي ملزمه تسجل فاتوره؟ احنا قلنا بصفه عامه الكيانات الفرديه التي تتعامل مع مستهلك نهائي، مستهلك نهائي يعني أشخاص فقط، ولا يوجد أي تعامل مع شركات، غير ملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
إلا إذا صدر لها قرار إلزام بالإيصال الإلكتروني، فهي ملزمة بالتسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني وإصدار إيصالات إلكترونية عن كل تعامل يصدر مع صيدلية. تمام؟ لو الصيدلية بتتعامل مع شركات، لو بفاتورة واحدة بس، تعامل واحد مع شركات، لازم تتسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وتصدر فاتورة إلكترونية عن أي تعامل مع كيانات مسجلة في مصلحة الضرائب. هل ينفع إصدار فاتورة إلكترونية مجمعة لأكثر من مستهلك نهائي؟ للأسف يا فندم، المفروض القانون بيقول إصدار فاتورة عن كل تعامل، أكثر من تعامل، أكثر من مستهلك نهائي، ده لا يجوز قانونا. لا يجوز، لا يجوز طبعا، معلش عذرا على الانقطاع، لا يجوز طبعا إصدار فاتورة مجمعة. كل تعامل لازم يصدر عنه فاتورة، لو تعامل مع شركات كل تعامل وحده لازم يصدر عنه فاتورة إلكترونية، لو كل تعامل مع مستهلك نهائي لازم يصدر عنه إيصال إلكتروني. التعاملات لازم تتم بصفة فردية، ما ينفعش إن أنا أجمع أكتر من تعامل وأصدر بيهم فاتورة أو أصدر بيهم إيصال. قانون التجاوز أنا ما أعرفش عنه حاجة وما فيش كلام فيه دلوقتي، يعني ما حدش بيتكلم إن هيحصل فيه قانون تجاوز. لو اشتريت من تاجر ذهب ومرضيش يطلع فاتورة إلكترونية، إيه الإجراء اللي ممكن آخده؟ حضرتك ممكن تتصل بالمكافحة، المكافحة طبعا ليها رقم الخط السري. آخر ميعاد لمهلة استخدام برنامج الـ ERP System، وهل في برنامج معين مدعم من مصلحة الضرائب؟ أستاذ وائل، إحنا ما فيش حاجة اسمها آخر ميعاد للاستخدام. أنا دلوقتي لما أنت بتتسجل على منظومة الفاتورة، أنا اتسجلت في 1/9، مصلحة الضرائب هتدي لك 6 شهور من 1/9، 9 و10 و11 و12 و1 و2. المفروض في شهر 3 تبدأ يكون عندك برنامج ERP System، برنامج ده أو برنامج صغير، يعني موديول صغير ممكن تستخدمه في إصدار الفواتير. لكن ما تشتريش ERP System، مش محتاج إنك تعمل برنامج كبير لـ ERP System. تمام؟ وما فيش برنامج مدعمه من مصلحه الضرائب، انت روح اختار احسن برنامج والبرنامج اللي يوافي احتياجاتك. المحاسبين بيعانوا من حجم خط بيانات الفاتوره الالكترونيه باللغه العربيه ولو كانت مكتوبه بخط صغير جدا، ويرجى السماح باضافه لوجو للشركه. مبدئيا فكره لوجو الشركه ديت انت ممكن تطبعها عندك، يعني تصغر طباعه الفاتوره وتحط اللوجو بتاعك. لكن فكرة إن الخط الصغير ديت يعني هي معمولة بس عشان تبقى المساحة بتاعة الفاتورة تكفي فيها، بس في الأول وفي الآخر فكرة الفاتورة الإلكترونية، المفروض الفاتورة الإلكترونية ما تنطبعش. ليه؟ لأن أطراف الفاتورة شايفين الفاتورة وشايفين التعامل أصلا، أنت ليه تطبعها أصلا؟ هتعمل بيها إيه لما تنطبع؟ يعني في الأول وفي الآخر أنت مش هتقدمها لحد، يعني مصلحة الضرائب مش محتاجة منك الفاتورة دي. الشركة التانية هي الفاتورة موجودة عندها، هي محتاجة تعمل تطبعها، هتعمل بيها إيه؟ الشركه الثانيه مش محتاجه تقدمها لمصلحه الضرايب. يعني المفروض الفاتوره اصلا الهدف منها ان تحويل التعاملات الورقيه الى تعاملات الكترونيه. المفروض انا اشتغل الكتروني. الكتروني معناها ايه؟ يعني كل حاجه على السيستم، انا ما اطلعش حاجه، ما اطبعش حاجه، انا عايز اقلل عدد الورق، عايز اقلل استخدام الورق. يعني الخط صغير، يعني هي ملحوظه دي موجوده تمام، بس في الاول وفي الاخر انت مش محتاج تطبع الفاتوره عشان اصلا تبقى فيها مشكله. تمام؟ يعني والافضل ما تطبعش، يعني الافضل ما تطبعش الفاتوره، اتعامل معاها على المنظومه وكبر الفونت زي ما انت عايز واشتغل زي ما انت عايز، لكن في الاول وفي الاخر انت مش محتاج تشوف الفاتوره دي. في رساله ظهرت دلوقتي، في ناس رافضه تصدر فاتوره. هي مبين برضو اللي بيرفض الفاتوره، الناس اللي بترفض، اللي بترفض تصدر فاتوره طبعا ديت مشكلتها، وديت تعتبر واقع التهرب. عدم اصدار فاتوره عباره عن واقع تهرب بيعاقب على القانون، وطبعا يعني الغرامات بتبقى كبيره ويعني مؤذيه يعني. طيب السؤال اللي بعد كده، الاستاذ محمود بيقول هل هناك ابلكيشن على الموبايل لاصدار الايصال الالكتروني او اي طريقه اخرى غير شراء جهاز نقطة البيع لأنه سعر غالي؟ مبدئيا أستاذ محمود، يعني نشوف إيه بالذات، إيه بالنسبة يعني سعر غالي بالذات بالنسبة للمنشآت الفردية. حضرتك إحنا برضو حريصين جدا أستاذ محمود، عاملين برنامج أبليكيشن
موبايل ابلكيشن موجود على المنظومه، تقدر تنزله ببلاش تمام، وتقدر تصدر بيه ايصالات الكترونيه. البرنامج ده موجود، هو الابلكيشن بتاع منظومه الفاتوره الالكترونيه، هو نفس الابلكيشن، وتقدر تحول الموبايل بتاعك لو عليه سيستم اندرويد تقدر تحوله الى بوينت اوف سيل، وتقدر تصدر من عليه ايصالات. بس طبعا بما ان الشاشه صغيره وحجم الشاشه صغيره هيبقى مرهق للتعامل، يعني عشان كده لو عدد فواتيرك قليله ممكن تستخدم البرنامج ده، ممكن تستخدم الموبايل ابلكيشن، وده بدون اي تكلفه عليك ولا اي حاجه تمام. لكن فواتيرك او ايصالاتك كتيره هتبقى مرهقه شويه بالنسبه لك. استاذ رامز، ما هي الشروط التسجيل في الايصال الالكتروني؟ مفيش شروط يا فندم. الايصال الالكتروني تقدر تقدم طلب تسجيل طوعي حالا في اي وقت، وتبدا باجراءات التسجيل على المنظومه مباشره تمام، وتبدا تصدر ايصالاتك بعد ما تسجل نقاط البيع بتاعتك. مفيش اي شروط، تقدر في اي وقت تتسجل على منظومه الايصال بدون اي موانع. وطبعا الطلب اللي انت بتقدمه للانضمام الطوعي للمنظومه ده مش هتحتاج منه موافقه اصلا، مش هتستنى موافقه المصلحه عليه تمام. طيب بس في نقطه مهمه جدا، هي نقطه مهمه جدا، لما بتتسجل على منظومه الايصال انا دايما براقب البوينت اوف سيل بتاعتك اللي انت سجلتها، سواء سجلت الموبايل ابلكيشن او سجلت بوينت اوف سيل فعليه، انا براقب البوينت اوف سيل. لو انت توقفت عن الاصدار فتره هتلاقي جالك رساله بتقول لك انت ليه توقفت عن الرساله، هل التوقف ده ليه سبب منطقي، سبب مقبول من ناحيه المصلحه، ولا سبب ان انت بتتهرب ضريبيا او مش عايز او بتبيع ومن غير ما تطلب، من غير ما تصدر ايصالات، وده طبعا مخالفه للقانون برضه. في شركات رافضه تتعامل بالفاتوره الالكترونيه وطالبين بفسخ التعاقد، ما هو الاجراء القانوني؟ طبعا الشركه اللي ترفض التعامل بالفاتوره الالكترونيه ديت يعني بتتجاوز او بتتحدى قانون الدوله، يعني للاسف يعني احنا كمصلحه ضرائب احنا ولا بنشرع قوانين ولا بنحط قواعد، احنا بننفذ القوانين فقط تغيير. والقانون بيقول ان كل الممولين في مصلحه الضرائب لازم يصدر فاتوره عن كل تعاملاته مع شركه اخرى او ايصال الكتروني عند التعامل مع سالف نهائي. في حال تجاوز الشركه اي حاجه من دول، في اجراءات المكافحه موجوده، في المأموريات موجوده بتاخد الاجراءات القانونيه وتعمل مخالفات للشركات دي. يعني الاستاذ شريف حضرتك ممكن تبدا، يعني اي شركه بترفض التعامل مع ديت تبدا على طول ممكن تتواصل بالخط الساخن لمكافحه التهرب الضريبي وتبلغهم ان الشركه ديت رافضه التعامل معاك بفاتوره. وطبعا موضوع فسخ التعاقد ديت انا صراحه ما اقدرش انصحك بيها، انا اقول لك التمسك بفاتوره ولا لا، لان انت حقك الطبيعي ان انت لازم يكون في فاتوره الكترونيه تمام، حقك الطبيعي والمليون في الميه لا جدال فيه ان هو لازم تاخد فاتوره الكترونيه حتى لو ما كانش فيه تعاقد. الاجراء القانوني زي ما قلت لحضرتك، تواصل مع مكافحه التهرب الضريبي، اديهم البيانات الكافيه وهم هياخد الاجراء المناسب ان شاء الله. في حاله تعامل مع اشخاص طبيعيين يقومون بعمل حراسات وفي عقد مبرم معهم هيتم سداد مقابل شهري لهم، ما الوقت؟ يعني في حاله تعامل مع اشخاص طبيعيين يقومون بعمل حراسات، يعني انا حاسس ان فكره اشخاص طبيعيين دي يعني في ناس بتقوم بعمل حراسات وفي عقد، المفروض ده نشاط، نشاط شركات الامن والحراسات دي ده نشاط، المفروض ده لازم يكون مسجل في مصلحه الضرائب، وعدم تسجيله ده تهرب ضريبي تمام، ولازم الراجل ده يتسجل في مصلحه الضرائب ويطلع لك فاتوره الكترونيه. لان انت لو انت شركه، يعني لو انت شركه بتتعاقد مع اشخاص يعملوا حراسات، يبقى الشركات دي لازم تاخد فاتوره الكترونيه من الناس، من الاشخاص دول، لان الاشخاص دول لازم يكونوا مسجلين في مصلحه الضرائب، وبما ان في عقد وده معناه نشاط مستمر ودايم تمام، يبقى ده نشاط خاضع للتسجيل في منظومه الفاتوره، في منظومه في مصلحه الضرائب المصريه، وبالتالي خاضع للتسجيل في منظومه الفاتوره الالكترونيه، لانه بيتعامل مع حضرتك كشركه ولازم يتسجل ويصدر فواتير الكترونيه ليك. المدارس مطالبه بالفاتوره الالكترونيه ولا بايصال الكتروني؟ المبدا في الاخر يا استاذ نيمو، المبدا في الاول وفي الاخر، لو بتعامل مع شركات او كيانات مسجله في مصلحه الضرائب هتطلع فاتوره، لو بتعامل مع طلاب واشخاص اشخاص طبيعيين، اشخاص عاديين يعني مستهلك نهائي زي الطلبه وحاجات من ديت واهاليهم، ممكن يصدر لهم ايصال الكتروني تمام. اغلب المرشدين السياحيين ترفض التسجيل في الفاتوره الالكترونيه، والله معظم المرشدين السياحيين يعني ما عندهمش مشكله، يعني
معظمهم يعني ما عندوش مشكله، حتى يعني بالفعل جاء نقيب المرشدين السياحيين وقعد معانا هنا في الاداره، وسجل نفسه مع اداره النقابه بتاعه المرشدين السياحيين، وجاب مجموعه من المرشدين السياحيين يتسجلوا في المنظومه. لكن فكره ان هم رافضين ديت، يعني هو عليه تبعات نفسه، كل مرشد سياحي ده عليه تبعات نفسه، هو المفروض يتسجل عن النشاط بتاعه تمام، ولازم يصدر فاتوره الكترونيه، والمفروض ما حدش يديله فلوس غير بفاتوره الكترونيه لانه ملزم بالفعل ومن فتره كبيره. لا يقدم لك، انا بتكلم يا فندم الاستاذ محمد حسن، لو انت بتتكلم عن الناس اللي هم شركات التامين تمام والحراسات، لو انت قصدك على دول، دول لازم يتسجلوا في مصلحه الضرائب كممول، وبعد كده يتسجل في منظومه الفاتوره الالكترونيه ويصدر فاتوره الكترونيه، لان هو لازم يتسجل، هو ملزم بالتسجيل، والتعامل معاه بدون فاتوره الكترونيه كده انت بتضيع حقك اصلا. يعني المفروض الحاجات ديت المبالغ ديت تتحسب مصروف ليك، لو ما جبتش فاتوره من الناس اللي زي دول يبقى ده مش هيعتد ليه مصروف. بالنسبه للسفارات لو عندها رقم تسجيل ضريبي، ما هي الطريقه لتفعيله؟ السفارات عندها ارقام تسجيل ضريبي تقدر تصدر بيها فواتير وتقدر تستقبل عليها فواتير، وكل سفاره عارفه الرقم التسجيل الضريبي بتاعه. يعني هو من اول ما يخرج من اول ما يطلع الرقم بتاع التسجيل الضريبي ده في البتاع ديت مش محتاج تفعيل، بيشتغل على طول على المنظومه، واقدر اصدر له فاتوره او استقبل منه فاتوره. لو في مورد اخدت منه بضاعه وعمل لي فاتوره شهر 5 ودلوقتي لقيته بيعمل اشعار دائن ورفضته ورفض الرفض، ما العمل؟ وهو لم يتعاون معي للاسف. هي دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها استاذ مينا من شويه، ان بعض الناس بتصر، يعني حتى لو عملت اجراء غلط بتصر على الغلط ده. انت تمسك ان فكرتك خلاص، انت رفضت وسجلت موقفك على المنظومه تمام، وساعه الفحص ان شاء الله هيبان الحاجات ديت، وهيقدر الفحص يبدا يفصل بين الاجراء الصح والاجراء الغلط، هو هل له حق ان هو يعمل اشعار داين على الفاتوره ديت ولا لا. لو له الحق يبقى هيطلع انت اللي غلطان، لو ليك انت الحق طبعا هو اللي هيطلع غلطان، وهو هياخد الاجراء القانوني ضده. في ممولين عندي متحولين النيابه لعدم تسجيلهم، ولما تم حضورهم عندي ومع علمهم ان هم لازم يسجلوا والا هيتحول ملفاتهم للمكافحه تهرب، الى انهم رفضوا التسجيل برضه. واحد منهم جاي متعصب ويقول ان هو حجم اعماله مش كبيره وما سجلش، قلت له هيتم تحويله للمكافحه ورافضين التسجيل متعمدين. استاذه رشا طبعا حضرتك عارفه، يعني بعد ما الماموريه بتواجهه طبعا التعليمات بتقول ان الماموريه تواجهه بتقول له تعالى انت كنت ملزم بالتسجيل وما تسجلتش، بنواجهك يعني بندي لك فرصه اخيره للاصلاح، ما اصلحتش خلاص انت حر، انا بوديك للنيابه والنيابه بتغرمك الغرامه من 20,000 ل 100,000 تمام، ولو اتكررت او العرض عليك اتكرر اكتر من مره يبقى الغرامه كل شويه بتتضاعف. يعني كل واحد بيتحمل مسؤولية نفسه، بيتحمل خطأ، ده خطأ ممول هو يتحمل الخطأ. يعني المحامين ما سجلتش والمصلحة ما خدتش أي إجراء ضدهم. حضرتك برضو يا أستاذ ياسر من البداية خالص أول ما اتكلمنا وقلنا مين الملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ المحامي لو كيان فردي ما بيتعاملش مع شركات نهائي يبقى غير ملزم بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهيتم إلزامه بالإيصال الإلكتروني، ولما يتم إلزامه بالإيصال الإلكتروني لازم يطلع إيصالات إلكترونية. بما إن حضرتك بتقول المحامين وغالبية المحامين طبعا ما تسجلوش على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ليه؟ لأنهم بيتعاملوا مع أشخاص طبيعيين، أشخاص مع مستهلك نهائي مواطن عادي، ما بيتعاملوش مع شركات. اللي بيتعامل مع شركات مرغم ان هو يتسجل على المنظومه ويطلع فواتير، ليه؟ لان الشركات مش هتقبل تديله اي جنيه غير بفاتوره الكترونيه عشان تحسب بالنسبه لها مصروف. فرش يرجى توفير امكانيه تعديل الفاتوره خلال ساعه من عمل الفاتوره بدل الغاء لمشاكل بسيطه في محتواها. حضرتك استاذ مصطفى استاذ درش، فكره الفاتوره، ارسال الفاتوره اول ما بتوقع الفاتوره الالكترونيه بتبعد على المنظومه الالكترونيه، بيانات الفاتوره ديت بتتقفل تمام، بتتقفل تماما وبتتشفر وبتتحط في مكان لا يمكن تعديله.
تمام؟ لا يمكن تعديله او التدخل فيه، هي خلاص النسخه كانها صوره اتحطت عندنا على في المصلحه، ما فيش حد يقدر يعدل فيها، ولا المصلحه ولا الممول نفسه. دي النسخه اتبعتت، عايز تعدل فيها تقدر تعدل باشعارات خصم، باشعارات اضافه، التعديلات دي تقدر تعملها في الحته دي. او الفاتوره موجوده، انت لاحظت ان الفاتوره فيها حاجات يعني كتيره عايزه تعديل كتير، الغي الفاتوره واصدر فاتوره ثانيه بعد منها، انت بعد منها بساعه الغي الفاتوره واعمل فاتوره ثانيه، ما فيهاش مشكله خالص، والطرف الثاني اكيد هيتفهم ان انت بتعمل فاتوره ثانيه ولغيت ديت، وهو هيجي له رساله بتقول ان انت بتحاول تلغي الفاتوره وبتصدر له فاتوره ثانيه. يعني المفروض الطرفين يتفاهموا بعض في الحته دي. شركه بتصدر فقط خارج مصر، وهتصدر فاتوره لمين؟ هتصدر فاتوره للمشتري، المشتري بتاعك اللي خارج مصر ده اسمه ايه؟ اجنبي. هتعمل فاتوره تصدير، في على المنظومه دلوقتي فواتير تصدير، بما انك انت هتصدر خارج مصر يبقى دي الاجراء الانسب انك تطلع فواتير تصدير. تمام؟ وده الطبيعي وده الصح. وكالات الانباء الاجنبيه المسجله بمنظومه الفواتير الالكترونيه كمكاتب تمثيل، ولا يتم اصدار فواتير من طرفهم لعدم التعامل باي شكل تجاري مع افراد او خلافه. ما هو الوضع المترتب عليهم؟ غرامات عليهم. هو استاذ نجيب دلوقتي وكاله الانباء، هو طبعا اول ما بتسجل بيقول لي انا ما عنديش تعاملات، يعني بعض الجهات الحكوميه بتتسجل على المنظومه بيجي يقول لي انا ما بصدرش فواتير نهائي. طب حضرتك ما بتصدرش فواتير نهائي، قدم اختار المأمورية بالكلام ده، المأمورية بتفحص الحتة ديت وبتختار ان كإدارة التعاملات الإلكترونية بتقول لي الممول ده طبيعة نشاطه لا يصدر فواتير نهائي. خلاص الموضوع انتهى، انت متسجل على المنظومة هتشوف الفواتير اللي جاية لك، لكن انت مش مطالب بإصدار فواتير لو المأمورية أقرت ان انت نشاطك غير مطالب بإصدار فواتير. سفارة وعندنا رقم تسجيل ضريبي، بس كل ما بيجي يدخل على نافذة بتاعة الجمارك مش بيظهر حاجة، مش عارف النافذة بتعمل ايه، يعني مش عارف صراحة انت بتدخل رقم التسجيل ده يعني على نافذة ازاي، ما الصراحة السؤال ده ممكن يوجه لنافذة، لكن الرقم التسجيل اللي بيخرج من مصلحة الضرائب رقم مفعل وجاهز لاستقبال واصدار الفواتير عادي جدا. إذا بيتم محاسبة الممولين من قبل مأمور الفحص على برنامج الفاتورة الإلكترونية بعد كده، هل لهم برنامج معين ولا إيه؟ أستاذة رشا طبعا بيانات الفاتورة الإلكترونية هتكون متاحة للفاحصين ومتاحة للمكافحة ومتاحة للمصلحة كل حسب اختصاصه، يعني كل مأمورية هتشوف الفواتير بتاعة الممولين بتوعها تمام، وهيقدر يبص على الفواتير ويشوف التعاملات بتاعة الفواتير والإجراءات اللي تمت على الفواتير، ويقدر يحدد اللي يقدر طبعا يستخدمها في عملية الفحص الضريبي. تمام؟ يعني بس هي مش ما فيش برنامج معين، لكن في برنامج دلوقتي التقارير للمأموريات بتطلع عليه. أستاذ أيمن نصيف، طبعا موضوع اطلاع المأموريات الدخل الاطلاع على الفواتير، طبعا انت حضرتك لازم المأمورية تبعت ليا على الايميل الشخصي بتاع الايميل الرسمي بتاعي تمام، وانا هبعتها اليوزر نيم والباسورد، واعتقد ده حاجه داخليه مش للناس. يعني اصدار الفواتير باسم الشهرة في مشكله؟ اصدار الفواتير باسم الشهرة انا يهمني طبعا، لو انا بصدر فاتوره لشخص لشركه لازم احط رقم التسجيل، رقم التسجيل ده هو انا بتعامل بيه، هو ده اللي يعني تحط اسم الشركه صح او ما تحطوش صح، بس انا في الاخر الفاتوره بتوجه او بتتحط في حساب برقم التسجيل، يعني التعامل معايا برقم التسجيل، لكن فكره ان احط باسم الشهره ده انت المفروض اسم الفاتوره تطلع اسم الشركه في الفاتوره مطابق للبطاقه الضريبيه، لو البطاقه الضريبيه فيها اسم الشهره يبقى احط اسم الشهره ما فيهاش مشكله. استاذ جورج الفاتوره فيرجن بوينت 9 ديت ممكن تعتمد اثناء الفحص للناس اللي احنا عاملين حسابنا ان هم لهم ظروف محدده تمام، لهم ظروف خاصه، لكن عامه الناس المفروض لا، المفروض الفحص طبعا ما يعتدش بالفواتير دي. الافران البلدي محاسبه ديت نظام محاسبه انا ما اقدرش اتعامل فيها، ما اقدرش اتكلم فيها. تكرار الرقم الداخلي بالخطأ يستحق مني الإلغاء؟ المفروض الفاتورة طبعا ما تكرر، المفروض الرقم الداخلي ما يتكررش، لو أنت عملت كده ممكن تلغي الفاتورة وتعمل فاتورة تانية برقم داخلي أحسن، ده الأفضل يعني.
لو اعمل خدمه لشركه خارج مصر بس الاعمال هتتم هنا المبلغ 1000 دولار، اطلع فاتوره بالدولار ولا بما يعادل؟ مبدئيا لو الاهم حاجه العمله اللي انت بتقبض بيها هي اللي هتتم بيها اصدار الفاتوره. لو بتتعامل بالدولار اصدر الفاتوره بالدولار، تمام. لو بتتعامل باليورو اي عمله، تمام، هتصدر بيها الفاتوره بالجنيه المصري او بالعمله الاجنبيه، اصدر الفاتوره بالعمله اللي انت بتتعامل بيها. 99% شركات، 1% اشخاص، هل ملزم بالايصال؟ ايوه يا فندم استاذ ابراهيم، هتصدر ايصالات ال1%. هل في ناس ما يحقش لها تسجيل في الايصال الالكتروني؟ مفيش حاجه اسمها ما يحقش له الايصال، ما يحقش له تسجيل في منظومه الايصال. كل ممول ملزم، كل ممول في مصلحه الضرائب يحق له تسجيل في منظومه الفاتوره الالكترونيه ويحق له التسجيل في منظومه الايصال الالكتروني. بس الفكره في الاول وفي الاخر، هل انت هتتسجل في منظومه الايصال الالكتروني هتصدر ايصالات ولا هتتسجل كده فانتازيه؟ هتصدر، مش هتصدر ايصالات، هتلاقي كل شويه المنظومه بتبعت لك اختراق بتقول لك انت ليه ما بتبعتش؟ تمام؟ طيب انا دلوقتي مسجل على منظومه الفاتوره برضه، لو ما بتصدرش فواتير ومسجل، في كل الاحوال كل الناس اللي هتتسجل في مصلحه، كل الناس في مصلحه الضرايب لازم تتسجل على منظومه الفاتوره بلا استثناء. يعني لو انت بتتعامل مع مستهلك نهائي لازم الخطوه الاولى تتسجل على منظومه الفاتوره وبعد كده تتسجل على منظومه الايصال. في كل الاحوال لازم تكون مسجل على منظومه الفاتوره حتى لو بتصدر ايصالات فقط لا غير. تمام؟ يبقى في الاول وفي الاخر التسجيل على منظومه الفاتوره كل الممولين بنهايه الزام الايصال الالكتروني اللي هي في نهايه سنه 25، لازم كل ممولين مصلحه الضرائب لازم يكونوا مسجلين على منظومه الفاتوره الالكترونيه بغض النظر هم هيصدروا فواتير الكترونيه ولا لا. وباقي الناس اللي بيتعامل مع مستهلك نهائي لازم يكون مسجل على منظومه الايصال، لان مراحل الالزام كلها بتاعه الايصال كلها هتخلص في نهايه 25. يعني كل ممولين مصلحه الضرائب بنهايه سنه 25 لازم يكونوا مسجلين على منظومه الفاتوره الالكترونيه والايصال الالكتروني. لو شركه بتستورد نظام شرب لمزارع الدواجن وتبيع بتبيع السيستم كامل بكود استلمته، اسم ولاف ومعدات نظام شرب. طبعا الكود اللي جاي من بره زي ما هو هيتسجل، تمام، بيتسجل على منظومه الجمارك، على منظومه نافذه، وهيدخل على المنظومه ويتركب عندك، تمام، ده ما فيش مشكله. وده برضو هتصدر، هتستلمه وهيجي لك بيه فاتوره شراء من الخارج. طيب ولو تم تقسيم السيستم وقت البيع ولم يباع كامل هل تصدر الفاتوره بنفس كود البيع؟ طبعا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ابيعه بنفس الكود. ليه؟ لان ده اصلا اصبح مكون تاني، اصبح اجزاء مختلفه عن الحاجه الرئيسيه. يعني لو اشتريت سياره عربيه وفككتها قطع غيار، يبقى انا لازم كل قطعه غيار لازم يتعمل لها كود مختلف عن التاني. انا بصدر فواتير برقم داخلي بيبدا برقم واحد كل شهر. الرقم الداخلي ده طبعا ده علاقه، يعني اعتقد ده سيز، لو سيستم الشركه ما اعرفش ده هيبقى صحيح ولا لا، لكن المفروض يعني في الغالب طبعا معظم الشركات بتبدا برقم واحد في بدايه شهر يناير وتفضل لغايه اخر السنه. لكن فكره ان انا كل شهر بعمل مسلسل داخلي ديت يعني جديده عليا صراحه، بس ما اعرفش هي دي منطقيه في الفحص ولا لا. هعمل اشعار مدين الشهر ده قريب الشهر ده ولا هدخله في شهر 6 زي الميزانية عندي؟ أنا ما فهمتش السؤال صراحة يا أستاذ إبراهيم. هعمل إشعار مدين، السؤال طبعا لما يجي لي على الفيسبوك أنا هرد عليه بعد شوية لما أفهمه، بس يا ريت رجاء يعني توضح لي السؤال. إلغاء التعامل بالأكواد العالمية، إيه البديل لو سمحت؟ يا فندم يا أستاذ كريم، أنا ما بلغيش التعامل بالأكواد العالمية، أنا بلغي التعامل بالتصنيف السلعي، بلغي التعامل، بلغي إصدار الفاتورة الإلكترونية بالتصنيف السلعي، مش بلغي التعامل بالأكواد العالمية. الأكواد العالمية اسمها جي اس 1 ومكونة من 13 رقم، تمام، والرقم ده مقبول من بداية المنظومة حتى نهاية المنظومة، وده مقبول. كلمة الأكواد العالمية ده هو ده جي اس 1، وده شغال وبدون أي تعديل زي من بداية المنظومة لغاية النهاردة. أنا بقول المجموعات السلعية اللي هي الكود اللي بيبدا ب 1000 اللي هو البريك كود، البريك كود اللي هو بيتكلمني مثلا عن منتجات الالبان، تمام،
ده منتجات الالبان، انت بتبيع ايه من منتجات الالبان؟ انا ما اعرفش، لازم تحط لي كود معين، ده اللي انا بطلبه منك. اصحاب انشطه السيارات او انشطه مراكب الصيد ملزمه بالايصال، اي نشاط له ملف ضريبي في مصلحه الضرائب ملزم بفاتوره الكترونيه او ايصال حسب طبيعه التعامل. ضعيف جدا، فمش هبعت غير لما ابيع، فهل هذا يضرني؟ المفروض يا استاذ رامز المبيعات، الفواتير بتصدر عن مبيعات، يعني انت المفروض ما تصدرش فاتوره او ايصال غير لما يتم البيع. يعني حتى لو كل اسبوع بتعمل بيعه واحده ما عنديش مشكله، بتصدر فاتوره باع اثناء التعامل فقط لا غير، وانت مش مطالب باصدار فواتير عمال على بطال. طولنا عليكم يا جماعه، وكده الاسئله خلصت، وان شاء الله لو في اي اسئله او اي حاجه ظهرت قدام حضراتكم الفيديو موجود، وتقدروا تبعتوا عليه الاسئله، وان شاء الله هنرد على الاسئله بتاعتكم على طول من خلال الصفحه بتاعتي. ان شاء الله اتمنى اكون حققت افاده لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم ان شاء الله في اجتماع في مسؤول تاني على الهواء، ان شاء الله في ندوه جديده ان شاء الله من مسؤول على الهواء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.